شكرا لقلوب الحب. انا كنحماق عليكم، تنبغيكم بزاف 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 بزاف. وقبل اي حاجه، قبل اي حاجه، اولا وقبل كل شيء، بغيت نقول لكم انه انا فرحانه بزاف، وما تصوروش الفرحه ديالي بالدعم ديالكم والمؤازره ديالكم ليا، وقفتكم معايا كلكم، يعني كل مغاربه ولاد بلادي. عرفت انني ومنكم وفيكم، وكتخافوا عليا وما كتبغيوش ليا الاذى والضرر. كنقول لكم شكرا بزاف، شكرا لكل الدول العربيه اللي اتصلوا بيا، ناس ما كنعرفهمش، امهات ما كنعرفهمش في الكعبه، وكيدعيو معايا وكيدعيو مع بناتي ومع الاسره ديالي، الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. وفعلا هاد الازمه عرفتني قيمتي عندكم، وعرفتوا دنيا باطمه على 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 اصلها، وعرفتوا دنيا باطمه من الداخل انها انسانه طيبه ومستحيل انها تأذي. وحبب ربي، انا فرحانه ان ربي بعد هاد الازمه حبب خلقه فيا، والله العظيم انه شفت واحد الحب من عند الناس دوبل. الله يعطيكم الصحه، والله يخليكم ليا، والله يخلينا لبعضياتنا دائما في وقت الشده وفي وقت الفرح باذن الله. رغم انه اللايف وصل 105 كيف ما شاء الله، العائله بدات كتكبر. دونك نبدا معكم. طبعا اولا وقبل كل شيء، انا ذكرت الشكر ديالي لكم كاملين، الناس اللي قرابين ليا بصفه خاصه، والناس اللي ما تنعرفهمش بصفه عامه، سواء داخل وخارج ارض الوطن، وحتى الدول العربيه اللي تكلموا معايا، لي زارتيست اللي تواصلوا معايا وهضروا معايا، كاين اللي ما دارش ستوري، كاين اللي تواصل معايا الواتساب. كنقول لهم شكرا لكم كاملين اللي تذكرني بكلمة، ولو بكلمه طيبه، ولو بابتسامه، ولو بنصيحه. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف، الله يعطيكم الخير، وان شاء الله هاد الوقفه نردوها لكم بساعه الخير، وما تكونش في ساعه اذى ولا ساعه ازمه، نردوها لكم في الافراح يا ربي والمسرات. الموضوع الثاني اللي بغى نطرق ليه هو شكري الخاص للقضاء المغربي اللي برأني من حساب حمزة موبيبي أنا والأخت ديالي ابتدائيا واستنافيا، ولا كلمة فوق كلمة القضاء. وما نقدروش نكذبوا القضاء، لأنه كاين أوراق وكاين أحكام، وما نقدروش نكذبوها. نكونوا كنكذبوا على انفسنا قبل كل شيء. فشكرا للقضاء المغربي اللي برأني من هذا الحساب اللي دار زوبعه كبيره، واتضح في الاخر ابتدائيا واستنافيا اننا حنا وانا والاخت ديالي ما عندنا حتى شي علاقه. وانا غنقرا لكم دابا الحكم ديال القضاء، فيستحيل نضربوا في القضاء المغربي. كما نعاود نكرر لكم، لا كلمة فوق كلمة القضاء المغربي. ملي كيصدر قرار، يصدر حكم من محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، فهنا نقطة رجوع للسطر. هاد الزوبعة هادي أخواتي اللي كتشوفوا فيها دابا، وهاد الفتنة في البلاد بدات بمؤامرة محبوكة 100%، وكان سطر عليها بالخطوط الحمراء والعريضة. بدات بسكرينات مفبركة، بدات تحريض الصفحات على اليوتيوب، بدات تحريض موقع، بدات انه كيجيو ناس حدا المحكمه كتعطاهم مبالغ باش يضربوني الكرشي وانا حامله، وباش يشوهوا لي السمعه ديالي. بهذا الشيء باش بدات هذه الفتنه كامله،
وهذه المؤامرة، لأن كنقول لكم مؤامرة وأنا متأكدة منها، وهذه المؤامرة غنصدمكم بواحد الخبر، أنه اللي كان سند، ها اللي كان سند ليا وكتصحابوه بارك معايا في المغرب على أساس أنه سند ليا وكيبغيني، شنو غيتضح ليا في الأخير؟ أنه هو اللي كيخرج أسراري وكيخرج كل أي حاجة كتقال عندي في الدار، فين مشيت فين جيت، كنت كنوقف غير ناكل شي حاجة كيوقف عليا واحد الموقع كنقول أوه كيفاش يعرفوني أنا كاين هنايا. اتضح في الاخر لو كاين جي بي اس في الطوموبيله ديالي الى غير ذلك. هذه مجموعه من الاسرار اللي نتوما ما عارفينهاش. علاش كنرجع نقول لكم مؤامره؟ يعني اللي كان سند ليا تسمصر فيا مع الطرف الاخر على قبل الفلوس، بينما الفلوس وسخ الدنيا. ولكن الغدر فين ممكن انه الانسان يخبع وجهه من الله سبحانه وتعالى؟ اوكي غنمشيو للسيده او الناس اللي داروا الشكايه. منهم واحد السيده اللي كذبات الكذبه وتيقاتها. علاش كطلعت السيده وكتقول لكم انا درت شكايه بالحساب؟ تل هنا احنا متفقين، درت شكايه بحساب حمزه مون بيبي، واخ يعني هي معينهاش فيا، هي ما دارت شكايه باسمي باش ضرني او دخلني السجن، وما دارت شكايه باسم اختي، لا هي دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. ها وفي الاخر الشرطه القضائيه تصدح لها انه حنا هما حمزه مون بيبي. لا يا ساده غنكذبوا محضر ديال الفرقه الوطنيه؟ لا ماكنش ليا نكذب الفرقه الوطنيه. انا هذه غنحطها لكم في ستوري من بعد غتشوفوها. هذه شكايه ديال هذيك السيده اللي كتدعي انها دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي، لا هي اشارت بالاصابع لدنيا باطمه وختها، وانا غنذكر لكم السبب علاش دارت بيا الشكايه انني انا وراء حمزه مون بيبي. اسمعوني مزيان، وافيدكم ان مجموعه من الاشخاص يقفون وراء ما تم نشره ضدي بحساب حمزه مون بيبي على تطبيق انستغرام، واخص بالذكر كيلا من المسمات دنيا باطمة والمسمى واحد سيد آخر، ويرجع سبب هذا التشهير في حقي إلى عدم دعوة المسمات دنيا باطمة إلى حفل خطوبتي. تخيلوا السبب اللي درت بيه الشكاية، ولأسباب شخصية أخرى. أولا أنا ما عنديش بيك علاقة شخصية وما كنعرفكش، وانا كنت سباقه بالحفلات ولا انتظر من احد دعوه، كنت سباقه بالحفلات الفخمه لبنياتي ها، وكنت من الصواب والادب انني كندعو اللي معايا زملاء في الوسط الفني، وكانت هذه السيده وحده منهم. انا من عادتي كنكبر بالناس، هذه هكا كبرت كنكبر بالناس، يعني ما عنديش علاقه شخصيه بها. حتى اللي كان يعني كتتصل وهذا كانت واحد البنت معايا، يعني ما عنديش علاقه بيك شخصيه باش تكتبي، ولي اسباب شخصيه اخرى ما كنعرفكش. سمعتوا الشكايه؟ ماشي مشكل، هنا غنقول لك ستوب، لانه 4 سنين وانتي كتكتبي على الرأي العام وأنا ساكتة. 4 سنين وانتي كتحرضي القنوات ومنهم صحابك اللي كتطلعي والدرد كي معاهم وتشطحي، أنا ساكتة.
وسنين وانا كنت عاير من موقع لا اتشرف بذكر اسمي فلايت فيه 151,000 لانه دون المستوى، واخا اللي كيسب لي في الشرف ديالي وفي السمعه ديالي وفي عائلتي الى غير ذلك. كنت طلعت غني معاهم واصدقاء ديالك الروح بالروح ها، وهيجتو ناس جاوا حدا المحكمه كيضربوا لي انا في كرشي، واستغرب انه السند اللي كان معايا كان تضرب الكرشي وكانت عاير ها وكانت هام، وتعرضت لجميع انواع التنمر والحقره الى غير ذلك، والدفال بنادم تيدفل عليك حدا المحكمه حشومه هو كيتفرج. انا كنت كنحط علامات استفهام على هذا الامر حتى الاخر عاد نكتشف مجموعه ديال الاشياء. كاع هذا الشيء وقع ليا وعمري 4 سنين ما طلعت وشوشت على القضاء المغربي ولو بكلمة، بالرغم من أنه تبرأت أنا واختي ابتدائيا دابا، لأنه كذبت كذبة أخرى وطيقاتها، وأنا دابا غادي نمشي ونقول لكم الحكم ديال القضاء المغربي اللي لا كلمة فوق كلمة القضاء المغربي. انا استغرب هاد الناس اللي كيكذبوا الكذبه وكيطيقوها وكيبغيو يلصقوا فيك الحاجه بالزز، بالرغم من انه الحكم كيقول حاجه اخرى، القضاء كيقول حاجه اخرى. وللعلم لانكم نتوما اخوتي يمكن كاين الناس اللي ما عارفينش القانون، انا تدخلت العالم المحاكم عاد استوعبت بزاف ديال الحوايج. انا ملي صدر في حقي حكم الاستئناف واخا من بعد درت النقد، النقد هو مرحلة أخرى من بعد الاستئناف، كان يعني كان طعن المحامي ديالي لقرار الاستئناف. من بعد كيدار النقد، النقد ماشي كيدينك بشي حاجة أخرى، لا النقد هي كيديرك أن هالطلب انه مقبول ولا هذا الطلب مرفوض، يعني كيأيد حكم الاستئناف لا اكثر ولا اقل، حيت كاين اللي طلع وهضر وكيكبروا المواضيع وما عارف شنو. النقد ما كيدينيش بشي حاجه اخرى، لا فقط اللي مبني عليه الحكم في الاستئناف كيأيدو النقد لا اكثر ولا اقل. فانا ملي درت طلب النقد داروا لي رفض الطلب، لهنا ما عنديش مشكل، انا قضاء المغربي على راسي وعينيا، وانا انهم برؤوني من الحساب هذيك بالنسبه لي الدنيا وما فيها، بالنسبه لي الدنيا وما فيها. انا غنقرا لكم ما جاء في حكم المحكمه بالنسبة للمتهمة دنيا بطمة بعدم مؤاخذة المتهمة. الله يخليكم سمعوني مزيان، كاين اللي كذب الكذبة وطيقها فعلا وبغى بزاف يلصق فيا انا واختي انه حنا صحاب الحساب، بينما اكرر ابتدائيا واستنافيا انا واختي بريئات من حساب حمزة مبابي، ما كندخلوا ليه، ما كنشروا فيه تصاور، ما كان نبتزدو الناس، ما كان نقتلو الناس فيه، ما كان حتى شي حاجه حتى حاجه. انا غنقرا لكم دابا الحكم اخوتي وانتم شهدوا. بعدم مؤاخذه المتهم من اجل جنح المشاركه عمدا في عرقله سير نظام معالجه الاليه واحداث اضطراب فيه وتغيير طريقه معالجته وبث وتوزيع عن طريق الانظمه المعلوماتيه أقوى الأشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والتهديد وتصريح ببراءتها من أجل ذلك. شنو كيدير حمزة مبابي؟ هي كتقولوا أنه كيشوه الناس ويحطوا فيه تصاور ويبتزوا فيه الناس، والناس وصلوا عائلة تشردوا، ناس ماتوا حيت ابتزوهم ونزلوا لهم تصاورهم، و إحنا بريئات من هادشي.
ماشي ديالنا. شي اللي قال القضاء واش حنا غنضربوا في القضاء؟ لا يعقل، يستحيل نضربوا في القضاء. انا غنمشي لختي. بالنسبه للمتهمه ابتسام باطمه بعدم مؤاخذه المتهمه من اجل جنح الدخول الى نظام المعي، شهاده الدخول الى نظام المعي هو دخلي في داك الحساب، ما كيناش، تبرأنا من هذا الشيء، حنا ماشي مالي الحساب، وحنا ما كنبثوش فيه تصاور وما كنشوهوش الناس وما كان هذا الشيء كله تبرأنا منه، ماشي حنا حمزه مون بيبي وما عندناش القين السري. هذا في الاستئناف، في الاستئنافيه الحمد لله تكتب لينا البراءه ديالنا بنفس هذا الشيء، والضاف انه ما عندناش القين السري، يعني ما كنقدروش ندخلوا لهذا الحساب، حنا ماشي ماليه. فحشومه وعيب وعار انه الانسان يكون كبير وعنده عقل ويبقى يضل الراي العام ويبقى يكذب عليه طول هاد السنين ويبقى يتعنى بالقوه، يتعنى بالقوه يموت بالضعف، والقوي ما كيدورش، الضعيف اللي كيدور، القوي عمره ما ديما قلبه كبير، ديما الا تقالت في حقه شي كلمه الا كانت زوينه كتزيدو ثقه في النفس، الا كانت خايبه انا واثق في نفسي ما تهز فيا حتى شي شعره هذيك الكلمه، ولكن تهز فيا شعره الا كنت انا دايراها، ملفز كيقفز، ولكن انا ملي نكون ما دايرهاش بالعكس. اربع سنين كنقول لكم انا واحد الموقع نازل فيا ليل ونهار، وانا عارفه شكون اللي كيقول لي هكا باش تبقى تنازل على كل اربع سوايع، ولكن ما كيهزو فيا حتى شي شعره، لانه كل ما يقال لا يهمني، ما كيعنينيش، حيت انا ماشي كيما كيقولوا، دونك ما كيعنينيش. الله يحسن العوان، كياخذ فلوس، خاصو فلوس، الله يحسن العوان. الا كان هذا غادي انا سميتي غتزيدو شويه الفلوس باش يقدر يصرف على عائله، او انا ما عنديش مشكل، ولو انه في التنمر، ولو انه في كياكلوا في لحمي اربع سنين وخمس سنين وست سنين، ما عنديش مشكل. دخل على ولادك ووكلهم هذيك الماكله، وملي يطلع عند سيدي ربي شوف شنو غتقول لي، وملي غنتلاقاو انا وياك تما ديك الساعه شوف شنو غتقول الله سبحانه وتعالى. انا اقرا لكم بالنسبه لاختي ابتسام باطمه. بالنسبة للمتهم ابتسام باطمة بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل جنح الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب به وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والتهديد والتصريح ببراءتها من أجل ذلك. غتقول لي دنيا علاش دزاتك ربع شهور في الاستئناف؟ أنا غنجاوب. أول حاجة أنا عاود نكرر لكم أنه الناس ملي بداو هاد المؤامرة بداوها بواحد الزبعة، لا هما قاصدين يعني كيفاش تم حبك هاد المؤامرة بامتياز. عرفتي خاصك تعطاهم شهادات في الخبط، مؤامرة بدات في سكرينات مفبركة، بدات قالوا قلتي، بدات شهادة الزوراج يقول، بدات بناس حدا المحكمه كيتخلصوا باش يعايروا دنيا باطمه اختها، وتفو الضريب في الكرش وانا حامله. شوف الانسانيه اللي ما بقاتش والرحمه اللي ما بقاتش لهالدرجه، وانا ساكته وكنشوف. عشت كاع الظلم كنقول ماشي مشكل، اسكت، عرفوا بانني انا ماده دسمه في الوطن العربي، لانه هما ما عارفينش لا اللي مشتكيين لا داك الموقع اللي كيكتب ولا غيره وغيراته، ما كيعرفوهمش في الوطن العربي عادي. يعني دفاتو مطار محمد الخامس الله يعاون، فاستعملوا سميتي للضرر وتشويه سمعتي انا كدنيا باطمه، لانه شو غنقول لكم السبب شنو هو، حيت صوتي زوين، تخيلوا حيت صوتي زوين
واحد جيت في واحد البيريود درت واحد تور في الصحراء، مشيت للعيون ومشيت للداخلة ومشيت للطنطان ومشيت للقليمين ومشيت ذنبي هذا خاصني نتعاقب حيت انا صوتي زوين والدريه مؤامره حيت غنيت في الصحراء وحيت لبست الملحفه وليت كنمثل فوق الخشبه. فينكم من الله سبحانه وتعالى؟ فين غديروا وجهكم؟ فين؟ نرجع لكم الموضوع، نصلب الموضوع من اللي ابتدائيا تبرأنا من الحساب وما بقيناش حنايا هما لي الحساب، والقضاء الله يجازيهم بخير برؤونا من الحساب انا واختي. شنو يديروا الاخوان في الاستئناف؟ تخيلوا معايا فين وصلت بهاد الناس الجرأة. شهادة الزور، تشويش على الرأي العام، كبروها كبروها كبروها، ذوبعة ذوبعة ذوبعة، ولا كلشي خايف من هاد الملف ورا ما فيه والو ما فيه والو. قالوا احنا مالي احنا ماشي مالي ما فيه والو، ولكن كيفاش بداوها؟ بداوها بذكاء، الذكاء لواحد الدرجة ما تتصورش. غتقولوا لي داك الحساب مثلا مشيت هضرت شينها، انا فنانة كاع الناس كيدخلوا يهضروا معايا، هذاك الحساب تكلم مع مجموعة ديال الفنانين، بارك بزاف ديال الفنانين وجاوبوا قالوا لي الله يبارك فيك، وهضر مع بزاف ديال الفنانين، علاش بالضبط انا؟ علاش؟ وانا ما قلت شي كلمة لعب، ما هضرتش وما عايرتش نهائيا. كفاكم مغالطات وكفاكم كذب، لانه انا ربع سنين ولا ساكته، دابا طالعه في خمس سنين عمري شوشت على القضاء ولا طلعت للراي العام وقلت وتكلمت، كنقول لكم غير حقيقه من بعد غتبان باذن الله. تخيلوا انا ربع سنين دابا كنتعرض لكاع هذا الشيء، ومؤخرا في الصيف تعرضت لمحاولة القتل حيت واحد الصديق ديال هاد السيدة اللي دايره شكاية يوتيوبر طلع في يوتيوب وكيقول لي انتي صافي خاصك اللي قتلك، خاصني تحيد من الساحة الفنية. ما فهمتش علاش علاش علاش، واش ذنبي انا حيت غنيت على الصحراء؟ راه غنقولها امام الملأ، الصحراء مغربية وغتبقى مغربية شاء من شاء وكره من كره، حيت كنبغي بلادي غنبقى نبغيها حتى نموت، حيت كنغني على سيدنا، سيدنا التاج فوق راس اي واحد في الكره الارضيه، حيت صوتي زوين ما دخل الجبهه، صوتي شهدوا ليه كبار الفنانين في الوطن العربي ووقفوا ليه وصفقوا ليه، وما دخلهاش الجبهه للقمه العيش نمثل نو. انا ابا عن جد داكشي كيجري في عروقي الحمد لله. من بعد كيما قلت لكم غتزادني ربع شهور حيت كانت 8 شهور وتزادت لسنه بشهاده الزور، حيت انا ما عليا حتى شي دليل اخوتي، حتى شي دليل انني انا مولات الحساب ولا دخلت لي ولا لقاو عندي ابتزاز ولا لقاو عندي تصاور، ولا اقسم بالله العلي العظيم بحياه بناتي ما كاين شي دليل انني انا مولات الحساب ولا اختي مولات الحساب. تليفوناتنا ما فيه والو، ماشي حنا مالي الحساب، ما لقاونا كندخلوا بالقن، ما لقاو عندنا تصاور ديال الناس، ما لقاونا كنبتزوا الناس، ما لقاونا حاطين تصاور الناس، ما لقاو شي نهار اننا حلينا داك الحساب من تليفوناتنا، ما لقاو حتى شي حاجه. يعني كيفاش كتكون عندك الجراه حيت القضاء داني انا على راسي وعينيا، ولكن القضاء برأني من الحساب اللي انتي دايره عليه هاد البلبله كامله ودرتي هاد الفتنه كامله ونوضتي هاد الذوبعه كامله فهاد البلاد، حيت ما عرفتيش عليا لخطوبتك. شوفوا السبب، انا تعرفوا ان بنادم عينو فيك وصافي، استغرب والله العظيم استغرب، كنشوف بلدان اخرى كيفاش كيهزوا بعضياتهم، حنا كيجي واحد يبدا يشوه فيك حيت انت وصلتي لواحد صغير في السن، وصلتي لواحد المرتبه توسمتي من عند سيدنا بجوج الاوسيمه،
في واحد الظرف وجيز، درتي بلاصتك مع الناس داخل وخارج ارض الوطن، درتي صافي، خاصك تهرس. كتجي وحده خاصها تحيدك تمحيك، وصلوا لدرجه القتل. انا بين كنقول لكم وصلت للقنطره ديال القنيطره، جات بيكوب هكا والحجره هكا جوج اللور شيروا عليا بها، جات في الزجاجه الفوقانيه، كون جات ليا فوجي كنت قلبت الطوموبيل كراني مت الله يعاون. في قنيطره دخلت الستاسيون بقيت فيها حتى لخمسة الصباح، حتى الناس فاقوا حلوا بداو الناس غاديين جايين. علاش انا علاش ديروا لي علاش تحقروني هاد الحقره؟ علاش توليو معرضيني للقتل؟ علاش تابعيني في حياتي ما مخليني نكبر هاد البنات؟ وليت كنغني ونرجع عند بناتي، عطاوني اتساع. كاين اللي متهن تنمر ومتهن السب والقذف والشتم، كتقول قال فيا قالت ليا ما عرفت شنو، نعدتها بحيوان. انا عمري ما نعدتها بهذا النوع، وعمري ما. والغريب في الامر انه اللي عندها معاه مشكل وتقالت لي هذيك الكلمه وتوجهات لها من شخص اخر، كتمشي حتى لعندو فين ساكن وما كديرش به شكايه. يعني هذا الشخص عينو فيك حتى بالرغم من انك ما قلتي والو. انا هاد السيده عمري عايرتها ولا عمري قربت ليها ولا عمر اختي عايرتها ولا كتعرفها. كل المشتكيين في هاد الملف ما كنعرفوهمش، ما عندناش علاقه شخصيه بيهم نهائيا. واتهمونا اننا صحاب الحساب وداروا مؤامره، والحمد لله ان القضاء المغربي برأنا، حنا دانينا بشهاده زور وحسبي الله ونعم الوكيل في دوك اللي شهدوا شهاده زور وما عارفين راسهم شكون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بدا هاد المؤامره واللي ترأستها واللي حبكها وكل اللي كانوا متضامنين وكل هذوك اليوتيوبرز والموقع وغيره وغيراته. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم الى يوم الدين. وانا الحمد لله اني كنعس وضميري مرتاح. نتحداكم تكونوا كتنعسوا وما كتحلموش كوابيس انكم كتظلموا الناس وتعدوا على الفقير وتعدوا على شي واحد طلع شويه في النيفو، خاصو يتهرس ينزل يتحيد من الساحه الفنيه. علاش نتحيد من الساحه الفنيه؟ انا بالروح بالدم معاكم، واقولها امام الملأ. اذا وقعت لي انا شي حاجه، لانه وليت كنتهدد بالقتل وليت كنتهدد انه طوموبيلتي اللي عطيتها شي حد وهذا وداها غير بلاصه وهذا انا غير تحط فيها مخدرات لداخل والى والى والى، راه هاد الناس اللي حبكوا هاد المؤامره راه هما اصحاب هاد الشيء، وصحاب اليوتيوب اللي كيطلعوا صوت وصوره ها وكي يدعيو عليك ويدعيو على بناتك ويدعيو على امك ويدعيو على باك وياكلوا في جلدك وياكلوا في لحمك والحقره والتنمر الى غير ذلك. ها هاد الناس هادو كاملين، والموقع زيدوهم عليه، داك الموقع حتى هو موقع الفاسد حتى هو نضيفوه ليهم. هاد التخليطه كامله هما السبب. انا دابا شهدت فيكم المغرب كامل والوطن العربي كامل والجاليه المغربيه كامله، لانه انا وليت كنتهدد بالقتل لا في تليفوني لا في الزنقه، وليت طوموبيلتي باقه كتحط محطوطه كتصايب، كنت غنتقلب في طريق قنيطره. شنو ذنبي انا؟ شنو درت انا؟ غير سؤال، شنو درت انا؟ بغيتو تلصقوا فيا حساب بالزز انا واختي؟ القضاء برأنا منه، الله يجزيهم بخير. شهدتو شهادة الزور باش حنا ندانو؟ ما عنديش مشكل، الحمد لله على قضاء الله وقدره، ما عنديش مشكل، ولكن أنا عند الله كاين حقي، ما عنديش مشكل. حقي أنا وأختي اللي دوزت عام بشهادة الزور، نقولوا أنا ما حملتونيش أختي؟ لا مسكينة خشيتوها في الذباعه. بلاتي نقرا لكم المحضر باش ما تقولش لكم لا انا اختها ما قلتهاش، لا لا بلاتي. كما افيدكم ان مجموعه، هذا محضر عند الفرقه الوطنيه، خرجي قول لهم لا،
وأفيدكم أن مجموعة من الأشخاص يقفون وراء ما تم نشره ضدي بحساب حمزة مومبيبي على تطبيق انستغرام أخص بالذكر. هذه أنا. الأختي دارتها هي المسيرة. كما أفيدكم أن مجموعة من الأشخاص يسيرون ذلك الحساب وهم المسمى شي سمية ديال شي دراري عمري سمعتهم ولا شفتهم ولا كنعرفهم، والمسمى والمسمات ابتسام باطمة، والمسمات كذا كذا كذا، مجموعة ديال الناس بلا ما نذكر الأسماء ديالهم. تا هي خشي شي هنا أما السيد اللي قال لأختي راه هاد المحادثة اللي غتبداي بها الزباعة راه مفبرك أختي، راه عطاها لك هاكر اللي كتواصلي معاه. قالت لي اجي كشاهد، بغيت تخشي في المحضر تا هو ضرب سنين ديال الحبس ظلما وعدوانا. كتعدوا على الناس ظلما وعدوانا، تعدوا على الفقير، تعدوا. هذا راه ماشي قوه، هذا انسان ضعيف اللي كيدير بحال هكا، خاصو طبيب نفساني في اسرع وقت حيت كيولي خطر على المجتمع. عشنا يدير فتنه في البلاد ويتضح في الاخر انه هاد الناس كاملين ما دايرينش هادشي، راه تشكل خطر فعلا. الله يحسن العوان، والله كنشفق على هاد الناس اللي بحال هكا، كنشفق عليهم. عجز لساني على انني نتكلم ولا نقول شي حاجه. كنتمنى حاجه اخرى من البرامج العربيه، من هذا المنبر كنوجه واحد الرساله لواحد من البرامج العربيه اللي كان مجموعه ديال الناس كيتمنوا غير يبركوا في داك الكرسي باش يهضروا معاهم في طريق دنيا باطمه، ولاو تيبركوا تيهضروا. رجاء يا إتيب العربي، إذا حابين استشارة قانونية أو أي استفسارات عن ملف دنيا باطمة أو ملف حمزة مومبيبي اللي ما كيعنيناش، وهادشي قالوا القضاء حيت كاين باغيين يلصقوه بزز. حنا عندنا حكم من المحكمة ابتدائي واستنافيا ان احنا ماشي حمزه مومبيبي وما كندخلوش ليه وما كنقتلوش الناس فيه وما كنمتزوش الناس الى غير ذلك وما كنشردوش عوائل وما عندناش القين. هادشي قالوا القضاء، طلعي كذبي، طلعي ضربي في القضاء. راه زتو فيه، وصلت السيل الذوبه، زتو فيه وكثرتو فيه، كثرتوا من الحقرة والطغيان والكذوب على الرأي العام وتضليل الرأي العام. وكتشوفوا البرامج ديال برا ما عندكم تبيهم التصيلة وما كيعرفوكمش كاع، وتبداو تجبدوا في سميتي وتشويه السمعة. نتوما فين غادي بهادشي؟ انا بغيت نعرف فين بركة من الكذوب. درت شكاية بالحساب، درت شكاية بينا بالاسم، ها هي عند الفرقة الوطنية وغنحطها لك في ستوري. بركة من الكذوب، حنا ماشي صحاب الحساب، شاء من شاء وكره من كره، وبحكم محكمة ترفض لي طلب ديال النقد. ماشي دانوني شي حاجة انا ولا اختي، نو تأييد الحكم استئناف، يعني تا هما مبرئيننا من الحساب، يعني حنا باقين مبرئين من الحساب، حنا باقين مدانين غير شهادة الزور لا اكثر ولا اقل. ما عيرنا حد، ما عندنا صيله بهاد الناس كاملين ولا عمرنا عيرناهم، ونتحداهم يجيبوا لي غير كلمه انا معيرهم فيها هكا صوت وصوره افلانه انت فاعله وتاركه، حيت ما عرضتش عليا الخطوبه. استغرب، والله العظيم استغرب. المهم اللي نقدر نقول لكم انها مؤامره محبوكه بامتياز. درسوها دراسه من الطراز الرفيع، يعني هذا اللي درسها واو 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 واو. وعلاش
حيت غنيت في الصحراء حيت صوتي زوين وغنيت على الصحراء وعلى سيدنا وعلى بلادي. انا ماشي دبي، راه كنقول الصراحه، انا مواطنه مغربيه قبل ما نكون فنانه، راه كنتسطع على بلادي ونتسطع على سيدنا ونتسطع على الشيء القضاء المغربي. واخا يقول لي عندك 5 سنين انا كنتسطع على بلادي، حتى حاجه ما غتكرهني في بلادي. قضاء على راسي وعينيا، اي حاجه يقولها ما كايناش كلمه من فوقه. وكيف ما قال حنا ماشي حمزه من بيبي، فلا كلام فوق كلمه القضاء. مبرئين استنافيا وابتدائيا، وحنا دابا مدانات، واختي دخلت الحبس بشهاده الزور. اجي تقولي واجي تقول هكا باش مشات هذه المؤامره مع الاسف. انا بغيت حقي، ما كنطلب حتى شي حاجه. ايتي بالعربي، الا بغيتو استشاره قانونيه اتصلوا بالمعني بالامر اللي المحامي ديالو بامكانه يعطيكم استشاره قانونيه فيها كل المعطيات، بلا كذوب بلا زياده بلا شويه سمعه بلا نقصان، لانه هو اكثر انسان مطلع على الملف، كيعرف خبايا الملف ودارس الملف ويعرف تعليل الملف ويعرف حكم المحكمه ويعرف غيره وغيراته. شوف شخص اخر صديق الجهه الاخرى ويعطيكم معطيات رجاء وشكرا. هذا يسمى تشويه سمعه، وهما هذا هو هدفهم. علاش راه انا باقا كنتسائل علاش، اقسم بالله العلي العظيم من 4 سنين وانا كنتسائل علاش، وكنقول الحمد لله على قضاء الله وقدره وانا باركه. ولكن باش تولي بنتي تجي عندي مسكينه من المدرسه وتقول لي ماما علاش كيعايروك في اليوتيوب، كنعرف واش نجاوبها. كنقول لها حبيبه هذا الظلم، الحمد لله. كتقول لي مسكينه الحمد لله وكتمشي. ما بقى ترحمه، ما بقى انسان عنده ضمير ولا احساس وتا حاجه. هاتي 4 سنين وانا كنستغرب تعرضت لاشد انواع الحقره والتنمر الى غير ذلك. كلشي مشكل، سكتي بتشوشي على قضاء، بتخرجي بتكلمي عائلتي، كتسب اختي دخلت للسجن بشهر زور، احنا ساكتين كنقول ربي يدير لينا شي تاود الخير. وانا فرحانه ولو انني مدانه، انا متاكده انه مبردش لكم القلب، لانه هاد الادانه شهاده الزور، انت عارفه وانا عارفه وكلكم عارفين انها بشهاده الزور حنا دارينا. ما عندنا حتى شي دليل في التليفون ديالنا، لا انا اختي حتى شي دليل. دارينا بشهاده الزور، والقضاء المغربي اللي كنشكرو من هذا المنبر كنقول ليه شكرا ليك جزيل الشكر انك برأتينا من الحساب وقلتي كلمه حق، ولا كانوا هاد الناس كلاونا. بركه من الحقره، بركه من الكذوب، بركه من البهتان، بركه من الطغيان. هذا راه طغيان، عرفتي لو واحد يكون طاغي عرفتي اخرته كيفاش كتكون. اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم، وعند الله تلتقي الخصوم. انا عمري غنسمح لكم لا دنيا ولا اخره، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. في كل نهار انا بكيت، وفي كل نهار امي بكات، وفي كل نهار اختي كنت ما كنقدرش نعس على النفسيه، كنقول لا مناش اختي مناش مزيان وحامله، وكنبقى باركه في الليل كنعس باركه، كنقول حيت اختي مناش مزيان. تعديتوا علينا الله ياخذ فيكم الحق، تعديتوا عليا وعلى بناتي وعلى اختي وعلى بنت اختي وعلى امي وعلى با وعلى كاع الناس اللي كيبغيونا. كل دمعة نزلت من عيون هاد الناس اللي تيبغيونا، وهاد الناس اللي تيتفرجوا فينا حبا وكيدعيو معانا، كل دمعة. أنا بغيت ربي ياخد فيكم الحق وتهزو الدب كل قعد الناس، وناخدو حسناتكم إلا عندكم شي حسنات. أنا عارفة ما عندكمش، حيت ما عندكمش القلب أصلا باش يكون عندكم حسنات. حاجه اخرى اللي ما قلت
قلتش لكم الرأي العام. هاد الناس اللي كيطلع ويقول لك انا لا انا فقط الانسان مدان هذا بردني وخذ لي حقي، ما نبغي الحد الحبس. كيف يعقل ما تبغي الحد الحبس وهذاك الشخص عارف انه انا الا تزاتني شي شكايه اخرى ولا هذا اعتقال ودرتو شكايه تكيديه في كل انحاء وشتى المدن المغربيه، باش دنيا باطمة تعتقل؟ ما فهمتش علاش كتعطيو الراي العام والناس وجهه وانتم عندكم وجه اخر في الكواليس. لان عيت وانا ساكت وشاده هذا الله، ما بغيتوش تذكاو، ما بغيتو تسكتوا، ما بغيتو كنقول حشومه اليوم غدي تسكتوا، اليوم غدي تسكتوا، ولكن صافي الصبر كيدبر. وانا انسانه، انا ماشي حديد، ما عنديش قلب وما عنديش احاسيس وما عنديش عائله، انا انسان صبر كنحس فعلا. انا نصبر، انا انسانه صبوره لابعد الحدود، انسانه قويه لابعد الحدود، ولكن ما كنصبرش على الحكره، ما نصبرش على الكذب والبهتان. او 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 مجندين صديق ليكم هذاك اللي في امريكان، هذاك الفاسد اللي كيهضر على الفساد، هو اكبر فاسد وطالع يهضر 4 سنين هادي ويحل فمه على اساس انه فاهم الناس كاملين ما فاهمينش، هو ما كاينش شي كلمه ممكن انها ولو انها كلمه تكون في حق واخا غتكون خايبه تكون زوينه عليه. يضرب في القضاء ويعاير في القضاء المغربي، القضاء المغربي بزاف عليك، ويعاير فينا وياكل في الحمنه ويتنمر. كنت صديقته مالي ما مشيتش درت لك شكايه، قلت لهم لا راه كانت دايره حفله هي وياه وكيشطحوا وكيردحوا وهي اللي كتقول ليه شنو يقول، مالي ما درت انا هاد الحاله. على حنا الا كنا باركين حدا شي حد وقال كلمه تحسب علينا حنا في كاين هادي بغاف. كفاكم كذب، كفاكم بهتان، كفاكم تعدو، كفاكم حقرة، كفاكم تنمر، كفاكم تهضروا على الناس وانتم أسوأ من السوء كفاكم شكاية كيدية، كفاكم شهادة الزور، كفاكم راه ملي غتلاقاو عند سيدي ربي اش غتقولوا ليه؟ انا هذا هو السؤال ديالي، ملي غطلع انت وانتيا اللي كنتو سبب انكم دخلتوا فلانه وخليتوا بنتها مسكينه برا وما كتشوفهاش عام، ولا انا اللي حاولت انكم تهرسوا لي الكارير ديالي وتسدوا عليا وما نمشيش، راه واخا ما نمشيش راه هنا كنقول لكم بالروح بالدم، جيت ودرتوا لي كاع هادشي وانا اللي خدامه الحمد لله برضات الوالدين ورضا الله سبحانه وتعالى، حيت النيه الزينه. بهاد الازمه هادي على فكره نتوما اللي درتو هاد المؤامره راه كنتو غير سبب، كنتو غير سبب فقط، يعني ما تدثروش، كنتو سبب انه تقلب الموازين وربي حبب فيا خلقو الدوبل والتريبل. ما نعاودش لكم كيفاش الناس ولاو كيبغيوني عكس اشخاص اخرين، والحمد لله انا فخوره بهذا الشيء. مدانة ظلما وعدوانا بشهادة الزور، وفخورة أنني ماشي مولاة حمزة من بيبي أنا واختي، والقضاء برأنا طيب يجزيهم بخير وراسي مرفوع والنعس مرتاحة، لا ما مرتاح في الليل ظلما وعدوانا بشهادة الزور. حنا القضاء ديالنا طبعا ملي كيجي واحد يشهد هذا صافي الشهادة كتمشي عليك، واخا ما يكونش شي دليل ملموس ولا يلقاو عندك شي حاجه، لانه حنا راه تليفوناتنا ما فيهم حتى شي حاجه لنا لاختي، حتى شي حاجه كدل على انه حنا داخلين القن ولا حنا لقاو عندنا ولا حنا مالين الحساب والو ولا حنا عايرين ديك السيده والو. الحمد لله كنشكر القضاء المغربي على انه برأنا، وانا دابا راسي مرفوع وفخوره.
والحمد لله أننا كمواطن المغرب، أنا قبل ما نكون فنانة أنا مواطنة مغربية بنت الشعب، وبإمكاني نستفد من العفو الملكي. الله يخلي لنا سيدنا والله ينصره ويخلي لنا بلادنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا إنسانة بنادم وتانا مواطنة بحالي بحال هذا الشعب، وبإمكاني أنني نستفد من العفو الملكي. الله يجزيه بخير سيدنا. و كنبغي نشكركم كاملين ونقول لكم شكرا بزاف 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 على الوقفة ديالكم، لا معايا لا مع اختي، يعني والله ما عرفتش شنو نقول لكم. كلمة شكر هذه قليلة حقكم بزاف بزاف بزاف. الله يحفظكم ليا ونردها لكم في وقت الفرح والمسرات. ما بغيش انكم تمروا بحال هذه الأزمة وبحال هذه الحقرة وبحال هذا نهائيا. ما بغيش انكم تكونوا طيحوا مع ناس قدروا انهم يديروا بحال هذه المؤامرات، وقدروا انهم يضللوا الرأي العام، وانهم يبقاو يشوشوا على الناس ويوصلوا لهم الكذب ويمشيوا الموقع يعني ما عندوش حتى الضمير، ويبقى يمرر في مغالطات فقط من اجل لقمة العيش. مجموعة ديال الاشياء، بيع ضميره على قبل فلوس. اش غتقول لي هذا؟ كيفاش غتتحاور معاه؟ مستحيل انك حتى يوقف حداك. وكيفاش هاد الناس قدروا انهم يديروا هاد الشيء؟ لو عين بين زعما امام الملأ ومعادي عصابه امام الملأ، ها وحنا يلا القضاء مبرأنا وكيصدقوا فينا بالزز، يعني هكاك عين بين باغي يلصق فيك على كلمتك تاع اعلم القضاء المغربي، حاشاك ومشاك. تخرجوا تكذبوا انكم ما درتوش بينا شكايه مباشره هكا بالسميه بالصبعان، دنيا باطمه وابتسام باطمه، ما حضرش الفرقه الوطنيه يشهد، وانا غنحط هذا الشيء في سطوري. يعني الشكايه ما دارتش حمزه مبيبي، دارت دنيا باطمه وبختها انهم هما حمزه مبيبي ما عرضتش عليا الخطوه. وحكم عندناش القن، وما كندخلوش وما كنتهزوش الناس وما كنديروش تصاور وما كنديروش وما كنديروش وما كنديروش وما كنديروش. وتليفوناتنا ما عندنا حتى شي دليل، كاين حتى شي دليل، تليفوناتنا خاويين من انه حنا صحاب حساب وحاطين ودايرين وفاعلين وتاركين. الا غتحاسبني حيت شي نهار جا كتب ليا ولاده، حاسبوا الفنانه كاملين. حساب كان كيهضر معايا المغرب كامل، وما قلتي انه حنا ماليه وحنا كننزلوا فيه، القضاء قال لك لا اختي هما ماشي هما، ما عندهمش المود باس، ما كيدخلوش ليه، ما كيشوش الناس فيه. يعني سيري قلبي على حمزه مبيبي، انا كنقولها لك سيري قلبي عليه، قلبي على هذا اللي حط لك ما عرفت شنو داكشي في حمزه مبيبي وما عرفت شنو داكشي، سيري قلبي عليه. راه حنا راه برأنا القانون، راه كلمتك ماشي فوق القانون، لا انت ولا غيرك فوق القانون. ودانينا بغيتو ولا كرهتو يا صحاب المؤامره، دانينا بشهادة الصور. من غير تبارك الله دوك التحريضات اللي كتحرضوا والتنمر والضرب والعنف والقسوه والرحمه ما كايناش، والشفقه ما كايناش، تمرير المغالطات وتعيطوا البرامج العربيه ما كيعرفوكم حتى في النابتين، كيعرفوا دنيا باطمه وتقولوا ما في دنيا باطمه. انا نحشم بعدا واحد ما عارفنيش نعيط ليه نقول ليه فلانه راه بصفتك شنو، بصفتك شنو، بصفتك شكون انت. وداك الموقع سوايا اشفق عليكم اقسم بالله، اقسم بالله انا يكفيني الى شي حد اخر تكفيه الادانه، انا يكفيني حبكم ليا، يكفيني حب المغاربه والامهات اللي كيدعوا معايا من الكعبه ويدعوا في الظالم. هادشي شنو هزيتو؟ انا داني سبعان، نتوما دانيتو حياتكم كامله امام الله سبحانه وتعالى بحكام الفوق.
حتى الإدانة تاع المحكمة الفوقانية. المحكمة الإلهية. وفي الأيام المقبلة أقسم بالله لغنشوفكم كدوزوا من أسوأ من داكشي اللي دوزتوني منه، حيت ربي ما كيبغيش التعدو، ما يبغيش الظلم نهائيا. اخيرا وليس اخرا، كنبغي نشكر القضاء المغربي، شكرا لكم جزيل الشكر لانكم برأتونا من هذا الحساب اللي هاد الناس 4 سنين هما باغيين يلصقوا فينا بالزز. واتضح انه حنا ما لا من بعيد ولا من قريب كندخلوا لهذا الحساب، ولا كنشرو فيه ونبثوا فيه التصاور ديال الناس، ولا نشوهوهم ولا نهددوهم ولا نبتزوهم ولا غير ذلك. هادشي كله غنزل لكم في ستوري باش تشوفوه، ولا كلمه فوق كلمه القضاء، ولا استفسار او توضيح انه بعد رفض الطلب في محكمه النقد التي ايدت حكم محكمه الاستئناف بمراكش، كاينه مجموعه ديال المحطات او الخطوات باقي ما ساليناش. انا كنطلب حقي، باقي ما ساليناش، باقي غنطلب حقي والناشد ونغوت بصوت عالي ونقول انا بريئه انا واختي من هذا الحساب. ماشي انا اللي قلت ولا انت اللي قلتي ولا الكذابين، لا، القضاء المغربي اللي كنشكره جزيل الشكر، شكرا ليهم، شكرا للنيابه العامه، شكرا لكلشي كلشي كلشي كلشي، الامن الوطني كلكم كلكم كنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف. يكفيني هاد البراءه ويكفيني حب هاد الناس، ولو انني ندان بشهاده الزور اللي جابوها هاد الناس ما عنديش مشكل، ولكن الحمد لله انه كاين مجموعه ديال المحطات من بعد رفض طلب كاين اعاده النظر، مجموعه ديال الاشياء. وكنتمنى انه صوتي يوصل وانه ناخذ حقي، لانه فعلا تعرضت لمؤامره ما يمكنش تخيلوها ما يمكنش تصوروها، الحقره ما يمكنش تخيلوها ما يمكنش تصوروها، تعرضت للتهديد للقتل هكاك في الطريق. فقط هادشي اللي بغيت نقول لكم. وحاجه اخرى، انا كيما كنقول لكم اخيرا وليس اخرا، بغيت نوجه واحد الرساله للاب ديالنا الروحي واللي ما تعلمناش منه الحقر، تعلمنا منه نساعدوا المحتاج ونوقفوا مع الفقير، وتكون عندنا شفقة وتكون عندنا رحمة وتكون عندنا ضمير اللي هو سيدنا الله ينصره. لأنه عيت الصراحة، الناس ما بغوش يخلوني في حالي، وذنبي أنه أنا صوتي زوين معروف عربية صغيرة واخدة جوج كلمة من سيدنا الله ينصره، وغنقيت على الصحراء بلادي في الصحراء، لبست الملحفة، هذا الذنب ما عرفتش شنو الذنب اللي داير، انا بقى ما عرفتش شي حد يقولي انا شنو داير. ها حمزة موبيبي برأنا من القضاء، يعني علاش هاد الناس دايرين هاد الشيء، غير انه كيشوفوا بسمعة وحدة كانت رافعة راية البلاد فين ما مشيت، شوفوا سمعت بلادي وانا عندي غيره كبيره على بلادي، يعني ملي وليت ملي كنهضر مع ناس مثلا من الخليج او غيره كيقولي لي انتيا، كنقول لهم من كازا، كنقول لهم ولكن فين كنتي، كنقول لهم كنت عايشه في مراكش، اللي كان فيها داك الزوبعه وديك، علاش هو هاد البلاد بحال هكا، هذاك الموقع الفاشل، انا ما فهمتش كيفاش مخلينك بحال الريدوس لدابا وانت كتشوه في هاد البلاد، ما فهمتش، استغرب. الى الناس كيدخلوا للسجن على السب والقذف والشتم، انت راه اجرام انت وغيرك والناس اللي محرضينك وغيرك وغيراتك اللي في اليوتيوب، انتوما مجرمين كذابين
طغاة مشوشين على راسكم وعلى الرأي العام وعلى البلاد وعلى ما يعجز اللسان عن وصفكم الصراحة. بغيت نقول واحد رسالة لسيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس. مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله وسدد خطاكم بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشروعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينك بولي أحدك المولى الحسن وجد الله أثرك بشقيقي مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة أن تتفضل وتشملني بعفوك طوال وبكائي مجتعف. وانتو يا أصحاب المؤامرة على دراية بهذا الموضوع، أنا قوة ما تخيلون، ولكن ويلكم من رب العالمين، فين غتهربوا من الله سبحانه وتعالى؟ أنا ضميري مرتاح لأنه ما داير والو، أختي ضميرها مرتاح مسكينة، الله يجعلها لها مغفرة الذنوب لا أكثر ولا أقل، ولكن ويلكم من رب العالمين. فين غتمشيو من رب العالمين وعندكم العزيزة فيكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أصحاب المؤامرة من كبيركم حتى صغيركم. وشكرا جزيلا لكل المغاربة، كنحماق عليكم، شكرا لكم خوتي لأنكم وقفتوا معايا، عمري استوقفتكم. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني أنا واختي ابتدائيا واستنافيا من هذا الحساب المشؤوم اللي أصحابه هما واقعين اللي دايرين الشكاية، هما أصحابه قادينه وصايبينه وبغاو يتعدوا على الناس، وهذا المحضر اللي كيكذبوا كيقولوا ما درناش شكاية فلانة وفلانة الدنيا بطمة وقتها، ها هو المحضر عند الفرقة الوطنية ما داروش شكاية بالحساب، الدنيا بطمة وقتها اللي دخلني في الزوبعة ودخلنا في المؤامرة الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. وأخيرا شكرا لصاحب الجلالة أنه متعنا كمواطنين أم كمواطنين مغاربة كلنا سواسية بالعفو الملكي، والله يحفظه ويحفظ بلادنا ويحفظ صحراءنا المغربية، وكنحماق عليكم كاملين. و شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، باي باي. كنتمنى انه الصوره وضحات بالدليل والبرهان وبكلام القضاء اللي ما كاينش كلمه فوقه، ونتمنى انني وصلت تفسير وتعليل صحيح، ووضحت لكم انه كل ما يروج اشاعات ومغالطات، وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي داروا هاد الزوبعه وفتنه في البلاد، وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي ما عندهم لا شفقه ولا رحمه، وكل من كيادي اخوه المسلم كنقول لي الله ياخذ فيك الحق. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.